السلام عليكم يا أصدقاء، مرحبا بكم في نص سماعي جديد تحت عنوان عودة ميمونة. هيا بنا لنستمع إلى النص. بعد غيبة دامت 30 سنة في بلاد المهجر، عاد الحاج الطيب ليستقر في قرية بضواحي بني ملال. الحاج الطيب رجل خفيف الظل في السبعينات من عمره، يلاقي أحفاده المقيمين ببلجيكا أثناء عودتهم إلى المغرب بحسن الحفاوة وبروح الدعابة. كم تستهويه اللمة العائلية وضحكات الأحفاد العفوية، وهو يسرد بعد مغامراته الطريفة ببلد الغربة. يقول الحاج الطيب في إحدى جلساته: تنقلت بين بلدان أوروبا الغربية لسنوات، واشتغلت راعيا للأغنام والأبقار، وحتى منظفا للإسطبلات. قهقه الحفيد الأصغر وكأنه سمع نكتة. واصل الجد كلامه قائلا: ولما وطئت قدماي بلجيكا اشتغلت في المزارع ومواقع البناء وحتى المصانع، وبعد تسوية وضعيتي القانونية افتتحت مطعما للطبخ المغربي، وهي مقاولة صغيرة أدرت علي أموالا وفيرة بفضل عزيمتي ومساندة زوجتي لالا فطومة. ابتسمت النساء الحاضرات واستمتع الأحفاد بأحاديث الجد المشوقة، فروحه المرحة تضفي على كلماته بهشة. يتذكر الحاج كيف زرع الحماس في مهاجرين مغاربة بقوله: من الله علي برزق كريم بعد افتتاح مقاولتي والاستقطاب زبناء كثر، ما كان علي سوى توسيع المطعم والبحث عن مهاجرين مغاربة لأشغلهم معي حتى أشجعهم على الحذو بتلي بإقامة مقاولات ذاتية. بشى وجه الحاج ثم أتم حديثه عن عودته إلى المغرب قائلا: عدت إلى المغرب وكل أمل في أن أساهم بالتطوير. قررت أن أفتح مقاولة تمكن شباب المنطقة من الاشتغال ومحاربة البطالة، وبما أن منطقتنا غنية بأشجار الزيتون كانت الفكرة أن نقوم بجمع الزيتون وعصره وتصديره للخارج. كان الطلب مرتفعا على زيت الزيتون، وسرعان ما صرنا نشكل خلية تشتغل بحماس في البحث عن أجود الثمار. أذرنا عجلة الاقتصاد وساهمنا بالتعريف بمنتج مغربي على مستوى العالم.